السلام علیکم سامعین، 22 ربیع الثانی اور 7 نومبر ہے۔ آج کی خبر و شروعات جامعہ اشرف العلوم رشیدی گنگوہ کے شعبہ تجوید کے استاد قاری مشکور احمد رشیدی قاسمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص
غواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إن واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار
للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب صدق الله.